الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدين جدا أنه نسجل هذا اللقاء مع الدكتورة هنية مرسي فضل في لندن، من لندن ومن منزلها العامر. وطبعا ده واحد من اللقاءات أن احنا سعيدنا جدا بأنه نتوفق في أنه نقوم بالتسجيل مع الدكتورة هنية. من فترة طويلة كنا بنحاول أنه نقوم بالتسجيل هذا اللقاء مع الدكتورة هنية، وطبعا لأنه سمعنا عنها كثير، وما عشان هي سودانية وبس، وإنما لأنها هي يعني إذا جود إكزامبل، مثال جميل للدور اللي بيقوموا به الناس اللي سافرت وهاجرت وتركت بلدانهم، اللي احنا بنسميهم في المشروع بتاعنا اللي كلكم تعرفوا عنه اسمه الانترناشونال دياسبورا بروجكت. وكانت هي نموذج لنا، لأن أساسا المشروع استارتد وبدأ في 2008 بأنه يبرز هؤلاء، بدينا طبعا بالسودانيين لكن هو بيشمل كل الجنسيات اللي بتعمل خارج بلدانها، انهم لظروف كثيره هاجروا خارج بلدانهم ونجحوا خارج بلدانهم وبيعملوا في اعمال مشرفه وجميله ومفيده لبلدان اللي هم عايشوا فيها وللسودان، والبلدان اللي هم اساسا عندهم رابط بها من ناحيه ولدوا فيها، علاقاتهم بها الاسريه الاجتماعيه. فالدكتورة هنية كانت دائما من نزعة دائما، بس لكن لي مشغوليات وسفرة وتمشي السودان ما قدرنا نتوفق انه نقابلها. فاحنا سعيدين جدا انه نكون معك يا دكتورة الليلة، ونديك فرصة تحيي الناس اللي بيشاهدوا فيك من كل العالم ده. شكرا جزيلا واهلا بكم ومرحب، وكل عام وانتم بخير وميري كريسماس. And we hope that 2018 will be happy, peaceful and prosperous for everybody. طيب نحن طبعا في لقاءاتنا دي او في الانترفيوهات اللي بنعملها مع الناس يعني النماذج الجميله دي من الدياسبورا او الذين يعيشون خارج اوطانهم زي ما بيسموهم، او المغتربين بمعنى اخر، بنسعى الى انه نخلي الضيف يعرفنا بنفسه. يعني بنحاول نحن نقوم نقول السي في بتاعته، ولده وين ودرس وين وعمل شنو، لكن بنحرص في انه نديه فرصه انه يدينا فكره سريعه لحد ما هو وصل الدوله اللي هو هسه عايش فيها. طبعا الدكتورة هنية برضو هي جنسيتها بريطانية، هي تحمل جنسيتين طبعا لأنها عاشت هنا واشتغلت هنا في بريطانيا. فإحنا دكتورة في الأول دينك تعرفينا نقول لك اختصري مرحلة حياتك لحد ما وصلت لندن هنا في عجالة. أدينا فكرة عن الدكتورة هنية لحد ما وصلت المملكة المتحدة في أوائل السبعينات حسب ما بتذكر. أوكي. I did my undergrad in Egypt and was brought up there. Then when I finished medical school in Alexandria Faculty of Medicine, I traveled to Sudan and I did my housemanship and 4 years until I got a scholarship from Ministry of Health of Sudan to travel to UK, London, and specialize in diagnostic radiology. تمام. طيب يا دكتورة، قبل ما نجي لليوكي هنا في سؤال أكيد حيشغلنا وحيشغل الأطباء اللي بيشاهدوا فينا كثير. دائما لما نقابل طبيب أو خريجين كلية الطب مثلا في السودان أو في كل العالم، لو سألته عايز تتخصص في شنو غالبا يقول لك والله عايز أكبر جراح، عايز أكبر متخصص في جراحة المخ، في الأعصاب، عايز أكبر. لكن ما كثير بيقابلنا حد بيقول لك والله عايز أتخصص في الراديولوجيا والأشعة. فمن وين انت جاتك الرغبة في أنك تتخصصي في هذا المجال؟ والكلام ده يعني بتكلم عن السبعينات، من وين جاتك الرغبة تتخصصي في مجال الراديولوجي؟ It was a small incident when I was doing my housemanship. I was doing pediatrics and while we were doing a round, and one of the young consultants, he just came back as a consultant pediatrician from UK, and he quizzed me in one of the chest x-rays. And at that time, of course, teaching of imaging or radiology wasn't that, and I didn't know. And that day I went back to the consultant, Allah yarhamu, Dr. Abdullah Yusuf in the radiology department, and told him I want to know everything about radiology. And that day, it was a challenge because I felt that I failed to answer him.